دلوقتي هنروح مرة تانية للحديث عن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية القصيرة، وبينضم لينا الآن المخرج مارك كازنز مرة أخرى. أهلا بك معنا مرة تانية. يعني كنا نتحدث عن مشاركة حضرتك في المهرجان، كيف تصف مشاركة حضرتك وإيه أبرز الحاجات اللي لمستها خلال مشاركتك؟ حسنا، شكرا لكم. اولا انا تزورين دولة اخرى فانت تبنين جسورا بين البلدتين، وعندما جئت هنا الى الاسماعيلية وتقابلت مع اناس اخرين من ثقافة اخرى فقد تبادلنا الافكار وتحدثنا كثيرا لنرى الاختلافات والتشابهات بيننا، هذا لذلك كان امرا رائعا جدا، وهذا يخص المخرج ويهتمون به بشكل كبير حتى يستطيعون استكشاف العالم من حولهم. أيضا فيما يتعلق بالسينما التسجيلية العالمية تحديدا، هل ترى كفنان عالمي أن التكنولوجيا أضافت للإبداع وللفنانين كي يبدعوا بشكل أكثر وأكبر، أم للتكنولوجيا أثار مختلفة على السينما التسجيلية حول العالم؟ حسنا، بالنسبة للتكنولوجيا، التكنولوجيا هي الأساس، وإذا كان لدينا جهازا تكنولوجيا فهو يغير بشكل كبير النظام والستايل. وعندما كنت أدرس الإخراج فكان هناك كاميرات وكنت أقابل الكثير من الناس والكثير من المخرجين من أماكن مختلفة، وكانت الكاميرات كبيرة جدا، ولكن الآن الكاميرات صغيرة جدا وهي ذكية وتمكنك من أن تذهب إلى هدفك بسهولة. إذن حضرتك ذكرت خلال تكريمك أنك محب لعدد من الشخصيات الفنية ومنها السيدة أم كلثوم، كيف بدأت علاقتك بالتعرف على أغانيها؟ تعلمين أنني أحاول أن يكون لدي معرفة بكثير من الفنانين في العالم، وكنت في إيران وكنت أستمع إلى الموسيقى والأغاني الخاصة بأم كلثوم وكنت أقول واو إنها رائعة، فلذلك فقد أخذت بعض هذه الأغاني ووضعتها في أذني وسمعت أم كلثوم. وفيما يتعلق بالمخرجين شادي عبد السلام ويوسف الشاهين، فهما أيضا يعني من الأسماء اللامعة في التاريخ السينمائي المصري والعربي أيضا، كيف للسينما هذه الأسماء الكبيرة، كيف أثرت على فنك بشكل عام؟ أنا كنت سعيدا جدا ومحظوظا جدا عندما جئت هنا إلى مصر، وقد حدث لي لقاء مع يوسف شاهين ولقد تأثرت كثيرا بشجاعته. أنا أستطيع أن أقول أنه شجاع، وقد قابلته في التسعينات وأستطيع أن أقول أنه رجل جريء، رجل له تاريخ كبير. وبالنسبة لشادي عبد السلام أنا أصفه بأنه وكأنه شاعر في عمله، الشخصيتين أثر في كثيرا، وبالنسبة لطريقتهم وأشعارهم بالفعل أثروا في كثيرا جدا.